شوطنا 19 مع أول كيلو ينقضي من عمر هذا الشوط، والانطلاقة المخصصة والمقررة لسن لقايا وفئة البكار. لنتابع معكم بداية وانطلاقة هذا الشوط إلى المركز الأول، لنشاهد العنود خالد بن دلهم بن علي الهاجري على المركز الأول وعلى المقدمة ثاني المراكز، وتابع شعار العطية على ثاني التحديات مع خزامة محمد بن خالد، محمد بن عبد الله بن خالد العطية مقدمة لنا شعار على ثاني التحديات. المركز الثالث مشاهدينا الكرام السلام لصالح بن محمد بن عاطف الرشيد، شعارك يا اليامي حاضر ومنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع شعار الزعبي بانطلاقته مع سلطانه ومع تواجد سلطانه على المركز الثالث. عوض بن صالح بن محمد آل رزق على رابع التحديات. المركز الخامس شعار بن ظفر فاضل بن ظفر الهاجري وانطلاقة هذا الشعار مع الدكتورة، بالفعل مدور باسم فاضل بن ظفر بن راشد الهاجري. نتابع هذا الشعار من يقدم لنا دائما الانطلاقات المميزة. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى. نتابع هذا الشوط بأعداد الكثيفة، نتابع الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذه الانطلاقة، ما يقارب 60 اسم من اللقاية البكار منطلقة، وكما تتابعون عبر شاشات قناة الريان الفضائية وعبر الكادر الأسفل هذا الكم الهائل واللقطة الجميلة. شكرا علي بن محمد بن مشارب من يلتمس دائما اللقطات المميزة ليستمتع المتابع والمشاهد خلف شاشة قناة الريان الفضائية. نتابع أيضا هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة الأسماء المنطلقة بالمقربة من بعضها البعض. نعود إلى أول المراكز، يبدو بأن الشوط بينعز منها بعض الأسماء المنطلقة. أول المراكز من تسللت إلى الصدارة وانطلقت لأول ندى للطامة، وصلت للطامة غيرت وتغيرت أمورها إلى أول المراكز ولأول ندى حزام بن سويد بن حزام الدوسري، يقدم لنا شعاره مع أول المراكز. حزام بن سويد بن حزام المسعري الدوسري مقدم لنا شعار على المركز الأول. ثاني المراكز شعار الزعبي مقدم لنا انطلاقة سلطانة. عوض بن صالح بن محمد الرزق المركز الثالث. التواجد من مدهشة غايب بن خلف بن محمد الشمري، أهالي حايل وصلوا أهالي العقال المايل. الله يا الأسماء الحاضرة الشعارات المشاركة. هنالك المركز الرابع وتابع شعار القمرة، وصل شعار القمرة شوهين سالم بن حمد بن صالح القمرة المري مقدم لنا شعار باحث عن النقطة الثالثة في هذه الفترة الصباحية. معك يا بن جويل بعملية التضمير. المركز الخامس وصلت سلالة سلطان بن محسن بن راشد بن انديلة، يبدو بأن دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، خلاص دخلنا أجواء هذا الكيلو الملتهب بالسرعة بالقوة بالانطلاقات. أرى الدوسري ذهب بناموس هذا الشوط من واقع الانطلاق الذاتي مع أول المراكز ومع المقدمة بانطلاقة أحزام بن سويد بن أحزام الدوسري على المركز الأول. المركز الثاني عند بن قمرة وانطلاقة شعار بن قمرة. ثالث المراكز التواجد من سلطان عوض بن صالح الرزق. المركز الرابع أرى وشاهد شعار بن جبران قادم بانطلاقة وتقدم بلشة محمد بن تخيب سالم الجربوع. المركز الخامس هنالك الغدوم والوصول من قبل ندى محمد بن سالم بن قزول العامري، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة. سعيد بن راشد الزعبي يفعل المستحيل سعيد بانطلاقة هذا الشعار وبتواجد هذا الشعار في السباق المحلي الأول والثاني. الله يا أبو عسكور، أبو عسكور يقدم لنا هذا الشعار الحاضر والمنطلق بأداءاته الكبيرة وبتواجد وانطلاقة هذا الشعار التالي. والتبريكات لمالك سلطان عوض بن صالح بن محمد الرزق على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت الطامة حزام بن سويد بن حزام المسعري الدوسري المركز الثالث. كان الوصول من قبل ندى محمد بن سالم بن قزول بن حمرون العامري المركز الرابع.
رابع المراكز متبع لعبد الله محمد بن جمعة بن جبر، المركز الخامس. المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام شوهين لسالم بن حازم صالح القمرة. نذهب إلى التوقيت الزمني 6:19 ثلاثة أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات نزف لمارك سلطان عوض بن صالح بن محمد الرزق على هذا الفوز المستحق لهذه المراكز. وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي للطامة 6:19 7 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لمالك الطامة حزام بالسويد بحزام المسعري الدوسري. ثالث المراكز وصلت نداء 6:21 9 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لمحمد بن سلب بن قنزول بن حمرور العامري على هذا الفوز المستحق وعلى حصول شعاره على المركز الثالث في شوطين الذي قضى قبل قليل. التجهيزات مستمرة وأيضا سارية على أرضية ميدان التحدي، نتابع نراقب.